أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث إعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناة مدرستنا مع مادة العلوم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم. هنبتدي النهاردة أولى حلقات الترم الثاني، وهناخد في الترم الثاني من مادة العلوم التفاعلات الكيميائية. هناخد إيه معنى التفاعلات الكيميائية وإيه أهميتها وإيه أنواع التفاعلات الكيميائية، وتعالوا مع بعض نشوف حلقة النهاردة. أعزائي الطلبة، في حلقة النهاردة إن شاء الله اللي هي أولى حلقات الترم الثاني، هنتكلم على الوحدة الأولى، والوحدة الأولى بتشمل درسين. أول درس اسمه التفاعل الكيميائي، وقبل ما ناخد التفاعل الكيميائي هنعمل مراجعة بسيطة على حاجات أخدناها في السنين اللي فاتت. زي إيه؟ يعني مثلا هنراجع بعض الرموز الكيميائية، معنى الفلزات، معنى اللافلزات، التكافؤ، وبعض المجاميع الذرية. بعد كده هنخش في درس بتاع النهاردة اللي هو التفاعلات الكيميائية، أهميتها إيه، أنواعها إيه، وهكذا. تعالوا نبتدي في الأول المراجعة على الحاجة اللي خدناها قبل كده. هناخد معنى الفلزات. أخدنا قبل كده الفلزات واللافلزات، قلنا الفلزات ليها صفات ظاهرية وصفات في التركيب الكيميائي. صفات الظاهرية اللي أخدناها قبل كده إن هي الفلزات هي معادن، يعني عناصر لها لمعان وبريق وجيدة التوصيل للكهرباء والحرارة وقابلة للطرق والسوائل والثلج. كل الحاجات دي اسمها خصائص طبيعية أو فيزيائية. إنما الخصائص الكيميائية هو التركيب الكيميائي بتاعتها، إنه الفلزات في الغلاف الأخير لها فيها عدد من الإلكترونات، يبقى لازم يبقى أقل من 3. إنما اللافلزات طبعا صفتها إن هي غير قابلة للطرق ولا الثني، ورديئة التوصيل للحرارة والكهرباء زي الأكسجين والنيتروجين، منها غازات وسوائل. قلنا دي كلها اسمها صفات فيزيائية. إنما الصفات الكيميائية اللي هو التركيب الكيميائي للافلزات، ودايما بتميل إن هي تعمل تتحول إلى إيه؟ بتكتسب إلكترونات وتتحول إلى أيون سالب. إنما الفلزات لا، غلافها الأخير بيبقى أقل من 4، ودايما بتميل إلى فقد الإلكترونات وتتحول إلى أيون موجب. عندنا اللافلزات زي الصوديوم، إنما اللافلزات لا، مستواها الأخير بيبقى فيه أكتر من 4، ودايما بتحب تكتسب الإلكترونات. لما تخش التفاعلات الكيميائية بتكتسب الإلكترونات عشان تكمل الغلاف الأخير ب8 إلكترون وتتحول إلى أيون سالب. تمام كده؟ عندنا زي الكلور، يبقى الفلزات عناصر مستوى الطاقة الخارجي لذراتها يحتوي على أقل من 4، وتميل إلى فقد الإلكترونات مستوى الطاقة الأخير وتتحول إلى أيون موجب. مثال الصوديوم، زي ما انتم شايفين في الرسمة. نبص، احنا قلنا الصوديوم هو أصلا عند 2 في الغلاف الأول و8 في الغلاف الثاني و1 إلكترون في الغلاف الثالث. اللافلزات قلنا لا، عندها عناصر مستوى الطاقة الأخير لذراتها يحتوي على أكثر من 4 إلكترون، وتميل اللافلزات إلى اكتساب الإلكترونات وتتحول إلى أيون سالب. زي مين؟ زي الكلور. يعني أنا عندي هنا الكلور المستوى الأول هنا 2، الثاني 8، لو عدينا النقط دول هنلاقيهم 8 إلكترون، والمستوى الأخير فيه 7، والسبعة دي أقل من 8 فتميل إلى اكتساب الإلكترونات وتتحول إلى أيون سالب. يبقى هنا تميل إلى اكتساب الإلكترونات وتتحول إلى أيون سالب. نيجي بقى نراجع مع بعض الرموز الكيميائية. طبعا احنا قلنا في عندنا فلزات ولافلزات. الفلزات في عندنا حاجة اسمها أحادي التكافؤ، ثنائي التكافؤ، ثلاثي التكافؤ. أفكركم إيه معنى التكافؤ؟ هي عدد الإلكترونات التي يفقدها أو يكتسبها أو يشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. هي بتخش التفاعل الكيميائي عشان تكمل مستواها الأخير ب8، فممكن تفقد وممكن تكتسب. لو فقدت 1 إلكترون بنسميها أحادية التكافؤ، لو فقدت 2 بنسميها ثنائية التكافؤ، لو فقدت 3 بنسميها ثلاثية التكافؤ. نفس الحكايه في اللافلزات. اللافلزات لو اكتسبت 1 يبقى بنسميها احاديه التكافؤ،
اكتسبت 2 ثنائية التكافؤ، اكتسبت 3 الكترون ثلاثية التكافؤ. يبقى معنى التكافؤ هو ايه؟ عدد الالكترونات التي يفقدها او يكتسبها الذرة او تشارك بها الذرة اثناء التفاعل الكيميائي. فعندنا هنا الليثيوم والصوديوم، الليثيوم الرمز بتاعه ال اي، ليثيوم ال اي، الصوديوم ان اي. قلنا ليه سمينا الصوديوم ان اي ما كتبناهوش يعني اس؟ لان الصوديوم جاي من كلمه لاتينيه معناها الناتريوم، فالناتريوم دي اولها ان اي. البوتاسيوم برضو الرمز بتاعها كي لانها جايه من اسم لاتيني اسمه كاليوم. الفضه اي جي، فدايما لو الاسم غير مطابق للرمز بتاعه اعرف ان هو جاي من اسم ايه؟ لاتيني. وكل من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفضه دول احادي التكافؤ، يعني بيفقدوا ايه؟ واحد الكترون. المغنيسيوم ام جي، الكالسيوم سي اي، الخرسين او الزنك هو اسمه زنك عشان كده كتبناه زد ان اللي هو الحرف الاول والثالث، الزئبق اتش جي، الرصاص بي بي، النحاس سي يو، الحديد اف اي. وكل دول ثنائي التكافؤ، يعني لما يخشوا التفاعل الكيميائي بيفقدوا 2 الكترون. الذهب ثلاثي والرمز بتاعه اي يو، والالومنيوم ثلاثي والرمز بتاعه اي ال. طيب نيجي نشوف المجموعه الثانيه، عناصر اللافلزيه. العنصر طبعا اللافلزات اللي مقصود بها هي ايه؟ الغازات او زي الماده صلبه زي الكربون او الفوسفور او الكبريت او البروم. عندي مجموعه اسمها الهيدروجين، ده الرمز بتاعه اتش وهو احادي، الفلور اف وبرضه احادي، الكلور سي ال واحادي، البروم بي ار وهو احادي. خلي بالك البروم سائل. اليود اي ورمزه والتكافؤ بتاعه احادي. الاكسجين ثنائي، الكربون سي وهو رباعي. رباعي ليه؟ لانه بيشارك باربع الكترونات، لان الكربون هنا عنده في اخره هو الكربون العدد الذري ليه 6، يعني بيتوزع 2 4، فاربعه لا بيفقد ولا بيكتسب انما يشارك. واحنا قلنا التكافؤ هو عدد الالكترونات التي يفقدها او يكتسبها او يشارك بها، فالكربون هنا شارك باربعه اثناء التفاعل الكيميائي بتاعه فعشان كده سميناه رباعي. النيتروجين ثلاثي، والفوسفور خماسي، والكبريت ثنائي. بعد كده عايزين نعرف ايه هي الصيغه الكيميائيه لبعض المجموعات الذريه وتكافؤها. المجموعه الذريه دي مجموعه من الذرات شغالين كانهم ايه؟ ذره واحده، ليهم تكافؤ خاص بيهم زي شركه، مجموعه ذرات بنسميها المجموعه الذريه، شغالين كانهم ذره واحده وليهم تكافؤ خاص بيهم. زي ايه بقى؟ عندي الهيدروكسين هو الرمز بتاعه او اتش وعليه تكافؤ واحد، يعني ايه؟ احادي. وعليه الشرطه اللي هي ماينس دي او ناقص، يعني ايه؟ تكافؤ سالب. النترات، النترات دي عبارة عن NO3 برضو هي أحادية التكافؤ. خلي بالك المجموعة الذرية عمرها ما تبقى لوحدها، هي جزء من مركب. يعني مثلا بنقول نترات الصوديوم، مش هتلاقي نترات كده لوحدها، فده جزء من المركب، تمام؟ يبقى المجموعة الذرية هي مجموعة من الذرات وتعمل عمل الذرة الواحدة ولها تكافؤ خاص، ولا توجد منفردة، هي لازم تبقى شبكة في حاجة تانية، يعني نترات صوديوم، هيدروكسيد الصوديوم وهكذا. يبقى النترات الرمز بتاعها NO3 وهي أحادية. النيتريت NO2 برضو أحادي. الأمونيوم هو المجموعة الوحيدة الموجبة NH4 وعليها بوزيتيف 1 برضو أحادية. وعندي الكبريتات SO4 وعليها شحنتين سالبيتين لانه بتدل على انها هي ثنائيه، والكربونات اللي هي ايه؟ CO3 او CO3 وعليها شرطتين يعني شحنتين سالبتين فهي ثنائيه. اتفقنا المجموعات الذريه مجموعه من الذرات تعمل او تسلك سلوك الذره الواحده ولها تكافؤ خاص بها، وهي ايه؟ ما بتبقاش منفرده لكن بتدخل في المركبات. الصيغه الكيميائيه الجزيئيه، هي ايه الصيغه بقى؟ صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد ذرات العناصر المكونة للجزيء،
يعني احنا في الكيمياء دلوقتي لما اجي اكتب اكسيد الصوديوم هقعد اكتب كلمه كبيره؟ لا، قالوا اتفقوا العلماء ان احنا نعملها على شكل رموز. فكلمه الصيغه الكيميائيه بتعبر عن نوع وعدد الذرات المكونه للمركب اللي احنا بنتكلم عليه او للجزيء. فكيف نكتب الصيغه الكيميائيه؟ كل الكلام ده اخدناه في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي، اهو بناخده تاني بنراجعه مع بعض عشان هيلزمنا في الوحدة الأولى اللي هي التفاعل الكيميائي. كنا بنكتب الصيغة الكيميائية ازاي؟ كنا بنقول مثلا أكسيد صوديوم، بنكتب تحت كل كلمة الرمز بتاعها أكسيد O صوديوم Na، وبنكتب التكافؤ الخاص بكل واحد. احنا بنبقى حافظين الصوديوم أحادي فبنكتب واحد، والأكسجين ثنائي فبنكتب اتنين، بس هو عادة لما يبقى أحادي ما بنكتبوش. وبعد ما بنكتب الرموز والتكافؤ بنعكس التكافؤ، فالاتنين دي هياخدها الصوديوم والواحد دي هياخدها الاكسجين، فهيبقى التركيب بتاع اكسيد الصوديوم Na2O، الواحد ما بيتكتبش. طب نشوف كده مع بعض تاني. فعندي اكسيد المغنيسيوم، اعرف ان الاكسيد ده يعني O، هكتب تحتيه O، والمغنيسيوم الرمز بتاعه Mg. طب نكتب التكافؤات، بعد ما نكتبها نعكسها، المغنيسيوم ثنائي والاكسيد اللي هو الاكسجين ثنائي، اتنين واتنين هنختصرهم زي ما بناخد في الرياضه الاختصار، اتنين الى اتنين يبقى تبقى واحد الى واحد، والواحد لا يكتب زي ما بتاخده في الماس ما في الرياضه او في الرياضيات. الواحد لما يبقى عندي سين واس واحد ما بيتكتبش، فهيبقى الشكل ايه في النهائي؟ Mg O. ده كده معايا اكسيد المغنيسيوم Mg O. اكسيد الزئبق، الزئبق Hg، والاكسيد O، كل حرف بكتبه تحت الكلمه وبشوف التكافؤ. الزئبق ثنائي والاكسجين برضو ثنائي، انا مفروض ان انا بعكس التكافؤ بس مش فارقه عكستها ما عكستهاش، هنا اتنين اتنين هتبقى اختصارها واحد الى واحد ولا يكتب. كربونات النحاس، الكربونات CO3، النحاس CU، النحاس ثنائي والكربونات ثنائيه، اتنين واتنين هنعكسهم، من المفروض ان احنا بنعكس وبنختصر. هتبقى واضحه قدامكم في كبريتات الالومنيوم. كبريتات SO4، ادي مجموعه اسمها SO4 اللي هي الكبريتات وهي ثنائيه. الالومنيوم AL وهو ايه؟ ثلاثي. فانا بكتب هنا الالومنيوم ثلاثي والكبريتات ثنائيه. احنا بعد كده بنختصر، طبعا مش هيختصروا، هنروح عكسين التكافؤ. فالكبريتات هتاخد التلاتة والالومنيوم هياخد الاتنين، فالتلاتة دي اصلا بتدل على انه الالومنيوم ثلاثي التكافؤ والكبريتات ثنائية التكافؤ. بكده رجعنا اهم النقط عندي في الحاجات اللي احنا اخدناها في اولى اعدادي وتاني اعدادي. طبعا برضو هزود شوية معنى الاحماض والقلويات. الاحماض اللي هي المادة ايه؟ اللي فيها اولها H اللي هو الهيدروجين، ايون الهيدروجين، زي هيدروكلوريك اسيد او حمض الهيدروكلوريك، حمض النيتريك، حمض الفوسفوريك. كل الاحماض بتتميز ان هي بتغير لون ورقة عباد الشمس الزرقاء الى حمراء بسبب تأثير مين؟ الـ H، ايون الهيدروجين هو المسؤول عن الحمضية. انما ايه هي القواعد او ايه هي القلويات اللي اخرها OH، اخرها هيدروكسيد. فاما اقول هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد بوتاسيوم، دي معناها ان هي قلويات، هي بتحول الورقه الزرقاء قصدي الحمراء من عباد الشمس الى لون ازرق، والمسؤول عن فعل هذا الشيء هو ايون الهيدروكسيد. فنبقى فاهمين الاحماض اللي اولها H ايون الهيدروجين، انما القلويات اللي اخرها OH اللي هو ايون ايه؟ الهيدروكسيد. طب ايه هو التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي بيقول لي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة. هو التفاعل الكيميائي ده عبارة عن ايه؟ مادة بتخش التفاعل بنسميها متفاعلات، ومادة بتخرج بنسميها نواتج او المواد الناتجة، وفي شرط للتفاعل، ممكن يبقى حرارة، ممكن ما يبقاش في شرط. فكلمة التفاعل الكيميائي عندي مواد داخلة، مواد خارجة، وفي شروط للتفاعل معايا. فالتفاعل ان احنا بنكسر الروابط، احنا قلنا في عندي روابط ايونيه وفي روابط تساهميه،
الروابط اللي موجوده في قلب الجزيئات دي بتتكسر، او في قلب المركب بتتكسر عشان تعمل لي روابط جديده، لانها هتعمل لي مواد جديده. فيبقى تكسير الروابط الموجوده في جزيئات المتفاعلات اللي هي المواد الداخله في التفاعل بتتكتب الناحيه الشمال، وتكوين روابط جديده فين؟ في المواد الناتجه او النواتج. تمام. طب ايه اهميه التفاعلات الكيميائيه؟ احنا بندرسها ليه؟ التفاعلات الكيميائيه دي موجوده في حياتي في كل شيء. زي ايه؟ بيقول لي بتلعب دور كبير في حياتنا، مثل احتراق البنزين في محرك السياره لتوليد الطاقه اللازمه لحركتها. البنزين العربيه ما بتمشيش من غير بنزين، لازم تتملي بنزين، البنزين بيتحرق. طيب انتاج غذاء النبات من عمليه البناء الضوئي. عمليه البناء الضوئي اللي هي ايه معناها؟ افكرك بيها، اللي هو النبات بيصنع غذائه. بيصنع غذائه منين؟ من ميه وثاني اكسيد الكربون وضوء الشمس والاملاح، كل ده. ولازم يبقى عندي الكلوروفيل اللي هو الجزء الاخضر من النبات. كل ده بيتجمع على شكل ايه؟ على في الاخر بيتبقى النتيجه اكسجين والنشا او السكر اللي هو غذاء النبات. يبقى انا هنا حصل عندي اتحاد ثاني اكسيد الكربون بالماء، فده تفاعل ولا مش تفاعل؟ ده تفاعل كيميائي عشان يديني الماده النشويه اللي هي النشا. تمام. بعد كده عندي انتاج الادويه والالياف الصناعيه والاسمنه. كل المواد الادويه دي عباره عن كيميكالز او مواد كيميائيه، فلازم يبقى فيها تفاعل كيميائي. نيجي بقى، يبقى كده عرفنا معنى التفاعل واهميه التفاعل الكيميائي، نشوف انواعه. بيقول لي الانواع عندي طبعا في نوع اخذناه زمان في اولى اعدادي اللي هو التفاعل المباشر او الاتحاد المباشر. ده بيبقى عنصر مع عنصر بيلزقوا في بعض وبيدوني مركب، زي مثلا الاتحاد المباشر اخذناه قبل كده في اولى اعدادي. انما اللي هناخده في ثالثه اعدادي بقيه الانواع، تفاعل الانحلال الحراري، يعني التفكك الحراري، يعني ماده بسخنها تتفكك لابسط منها. تفاعلات الاحلال او الاستبدال. تفاعلات الأكسدة والاختزال. هناخد كل نوع بالأمثلة بتاعته ونحل عليهم أسئلة. نبتدي بالانحلال الحراري. بيقول لي تفاعلات الانحلال الحراري هي إيه؟ تفاعلات كيميائية يتم فيها تفكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو مركبات أبسط منها. يعني بجيب مركب معقد بسخنه، بس بحطه في تيست تيوب او في انبوبه اختبار وبسخنه، هيديني مواد ابسط منها. بس هو ده معنى التفاعل الانحلال الحراري، يعني تتفكك حراريا الى مواد ابسط منها. عندي منها كم نوع في المقرر علينا في المنهج؟ هنا عندي خمسه. انحلال اكاسيد الفلزات، انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات، انحلال معظم كربونات الفلزات، انحلال كبريتات الفلزات ونترات الفلزات. تعالوا نشوف اول واحده. انحلال اكسيد الفلز ينتج ايه او يعطي ايه؟ انا لما بمسك اكسيد الفلز واسخنه هيديني، هيتقسم فلز واكسجين. مثال زي اكسيد الزئبق الاحمر، ده هيديني ايه؟ هيتقسم طبعا هنا في حراره، المثلث ده بيعبر عن الحرارة، فبدل ما نكتب الحرارة احنا في المعادلات الكيميائية كلها رموز، ما بكتبش اكسيد الزئبق، بكتب الرمز بتاعه HGO. الزئبق مش هكتب زئبق، هنكتب HGO. فاحنا عملنا التبسيط ده عشان ايه؟ تبقى العملية حلوة وسهلة. شرط التفاعل هنا في عندي كمان مثلث اسمه ايه؟ المثلث ده بيعبر عن الحرارة. فانا بس امسك اكسيد الزئبق اللي لونه احمر اسخنه في انبوبة، فورا يعني بياخد زمن شويه بسيط كده، الاقي اتحول الى ماده رمادي او ماده فضيه اسمها ايه؟ زئبق، ويطلع لي غاز الاكسجين. طب ازاي اتاكد انه ده غاز الاكسجين؟ هجيب عود كبريت مولع واحطه على فتحه الانبوبه، هلاقي الشعله بتاعت الكبريت هتزداد اشتعالا، فده بياكد لي انه الغاز اللي طلع غاز الاكسجين، لانه يساعد على الايه؟ الاشتعال. يبقى المعادلات الكيميائيه دي مهمه قوي. الأسئلة بتيجي فيها إزاي؟ ممكن يقولك على طول مباشرة اكتب المعادلة التي تعبر عن انحلال أكسيد الزئبق حراريا. أدي كده طريقة. طريقة تانية، ماذا يحدث لو؟ ماذا لا يحدث لو سخنا أكسيد الزئبق؟ هتروح سيادتك قايل إيه؟ أكسيد الزئبق يتفكك إلى زئبق وأكسجين، وتكتب له المعادلة الكيميائية.
ممكن يجي ايه اكمل وهكذا. فيعني هو نفس السؤال ممكن اعمله بكذا شكل، ماذا يحدث لو، ممكن يجي علل، علل تكوين مادة فضية عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر، اسخنها الاقيها قلبت لرمادي او قلبت لفضي، فده سببه ايه؟ علل. هتقول اه اكسيد فضة احمر قلب رمادي بسبب ايه؟ التفكك الحراري او الانحلال الحراري لاكسيد الفلز. تعال نشوف كده مع بعض. يبقى انا عندي اهو اكسيد الزئبق اللي لونه احمر، سخنته بس العلامة المثلث يعني تسخين، اداني فضي اللون اللي هو الزئبق وغاز الاكسجين. هيجي يسألني كيف تختبر وجود الاكسجين؟ يبقى انا الاكسجين انا اختبرته بايه؟ اختبرت الاكسجين بعود الثقاب، فهو ايه؟ عود ثقاب مشتعل يزداد اشتعال. هنشوف كده بنك فيديو من بنك المعرفة يوضح لي انحلال الزئبق. ومثال آخر من تفاعلات الانحلال عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر في دورق مخروطي، فإن أكسيد الزئبق ينحل إلى فلز الزئبق وغاز الأكسجين، ويبقى فلز الزئبق في القارورة بينما ينطلق غاز الأكسجين. طب نشوف نوع تاني، انحلال هيدروكسيد الفلز الى اكسيد الفلز وبخار الماء. طبعا هيدروكسيد الفلز ده اما بسخنه على طول هيدروكسيد، ده بيدل على وجود بخار الماء. فهيدروكسيد الفلز عند التسخين هيديني ايه؟ اكسيد الفلز وبخار الماء. عندي مثل اللي هي هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد النحاس ده هيتحول الى اكسيد النحاس وبخار الماء، ده مش مية ده بخار ماء. تمام. يبقى انا عندي هيدروكسيد النحاس اللي لونه ازرق هيتحول الى اكسيد النحاس الاسود. لازم نحفظ الالوان لانه بيجي يسألني برضو في الالوان، بتيجي في علل زي ما قلت كده، ليه بتتكون عندي مادة سوداء عند تسخين هيدروكسيد النحاس الازرق؟ على طول اكتب له المعادلة واكتب بسبب انحلال هيدروكسيد الفلز او هيدروكسيد النحاس الى اكسيد النحاس الاسود وبخار الماء. نشوف انحلال كربونات الفلز. كربونات الفلز على طول هو مش بس كربونات النحاس، اي فلز احطه كربونات الفلز سواء كان كربونات نحاس كربونات مغنيسيوم على طول بتتفكك بالحرارة الى اكسيد الفلز وثاني اكسيد الكربون. مثال كربونات النحاس هتديني ايه؟ ثاني اكسيد الكربون زائد اكسيد النحاس. طبعا اكسيد النحاس ده لونه اسود وكربونات النحاس لونها اخضر. عشان اكشف عن ثاني اكسيد الكربون بستخدم ماء الجير الرائق. ماء الجير الرائق ده هيتحول الى ايه؟ ان هو هيتعكر بسبب وجود ثاني اكسيد الكربون. يبقى ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق. انحلال كبريتات الفلز الى اكسيد الفلز وثاني اكسيد الكبريت. عندي هنا كبريتات الفلز اسمها CuSO4 ودي لونها ازرق، مع التسخين بالحراره تتحول الى اكسيد النحاس الاسود وغاز ثالث اكسيد الكبريت. نترات الفلز تنحل بالحراره الى نيتريت الفلز وغاز الاكسجين. عندي مثال نترات الصوديوم البيضاء دي لونها ابيض، ملح لونه ابيض، اسخنه هيديني نيتريت الصوديوم الاصفر، هو يبقى لونه ابيض مصفر وزائد ايه؟ غاز الاكسجين. يبقى انا عندي هنا نترات الصوديوم بالتسخين هتديني نيتريت صوديوم. خلي بالك الفرق بين نترات ونيتريت، نترات NO3 نيتريت NO2 زائد غاز ايه؟ الاكسجين. ويستدل على غاز الاكسجين اللي هو اذا قربت منه عود ثقاب مشتعل يزداد الاشتعال. وبالتفاعل الاخير اللي هو تفاعل النترات كده خلصت حلقتنا النهارده، اخدنا فيها معنى التفاعل الكيميائي وانواع التفاعل الكيميائي زي تفاعل الانحلال الحراري، زي انحلال هيدروكسيد الفلز وكبريتات الفلز وكربونات الفلز واخيرا نترات الفلز. وبكده خلصت حلقه النهارده، اشوفكم في حلقه جديده.